هاي يا جماعة، النهاردة اخدكم في مغامرة جديدة. رايحين ووتر فول في باها كاليفورنيا. اول مرة اجي ووتر فول من ساعة ما جيت المكسيك، وانا من عشاق الووتر فول بصراحة. فجو الشمس شوية الساعة 12 ونص، بس ايه، مستعدية للووتر فولز. يلا بينا. ادي مستني يدفع التيكت. اسم الووتر فولز هو دي مايو، وده مستر اي دون نو. هاو ار يو؟ وات ار يو دوينج هير؟ انا كنت فاكرهم تماثيل بس هم حقيقيين. اوه ماي جادنس، بجد انا كنت فاكرهم يعني تماثيل بس هم يعني عاملين نفسهم صنم. انا من الاشخاص يا جماعه، انا اول ما بصحى الصبح بحب الروتين. ادي لما بيبقى رايح مشوار بيبقى متهرجل، عايز اللي هو يحط نفسه في البنطلون ويطلع بالعربيه على طول. انا لازم اخد الروتين بتاعي، اخد الكوفي والعب الرياضه بتاعتي. فصراحه كده على الصبح اتخانقنا مع بعض عشان هو قايل لي من امبارح الساعه 9 هنتحرك. انا بقى صحيت النهارده شويه متاخر، نص ساعه متاخر، صحيت الساعه 7. انا من الاشخاص اللي بحب اصحى بدري، بس هنا الشروق بيحصل الساعه 7، 6 ونص 7. انا بحب اصحى 5 ونص عشان اعمل الروتين بتاعي. فصحيت 7 ونص، عشان لو صحيت 5 ونص الدنيا بتبقى لسه ضلمه وبحس باكتئاب شويه. يس. اوكي. Gracias. نعم. Muchas gracias. Hasta luego. Adelante. Muchas gracias. عملت ايه بقى؟ اشتريت تونة واكلتها في العربية. I saw the earth statues but they are alive. Yeah. Different sizes. Did you see the big one? Yeah. And there's another big one there. It's like the ones in the hot springs. Yeah. In San Miguel. Yeah. Oh, cutie boy. Hello, Snowy. I have a bobtail. Oh, what is your tail? So, عملت بقى ايه؟ رحت السوبر ماركت اشتريت تونه وتورتيه وتشيز. لازم اخد كميه البروتين الكفايه بتاعتي في الصبح. لازم كاسكادا. What does it mean كاسكادا؟ Water. Really? اول كلمه بالاسباني نتعلمها مع بعض يا جماعه. كاسكادا. 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 ادي بيعلمنا اسباني. نرجع تاني للحديث. نحن لازم كل وجبة على الأقل 20 جرام بروتين. Did you bring the towels? Yeah. 20 جرام بروتين at least في كل وجبة. فأكلت تونة. I'm telling them that we fight it in the morning because I need to do my routine and I didn't have a chance to have my breakfast. So what was the best option for me? Tuna. Oh, look at the scars. جماعة أحلى حاجة في كابو إن الكامبينج حلو جدا. يعني في الناس كلها جايه من كندا وامريكا بيبيعوا بيوتهم، يشتروا العربيه دي بيت جواها ويلفوا بقى حوالين. بييجوا من كندا وامريكا لغايه باها كاليفورنيا سور لغايه الجنوب، يطلعوا تاني وينزلوا ويطلعوا. بصراحه لايف ستايل. I love it. Yeah. But I don't like Mercedes like you. مشكله العربيات المرسيدس يا جماعه قطع غيارها غاليه جدا والصيانه بتاعتها مش سهله. احنا الفان بتاعتنا قديمه شويه فورد، بس ان شاء الله السنه الجايه ناويين نعمل لها ابديت وهنجيب فورد شبه الحاجات اللي ورا دي بس فورد. ليه بقى؟ لان هنا الميكانيكيين الناس اللي بتصلح العربيه في 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 الفورد في اي وقت تلاقي قطعه الغيار، لو حصل اي دروب في الطريق للعربيه بتروح لاي ميكانيكي قطع الغيار بتبقى متوفره على طول. مرسيدس لا حبيبتي، لازم تروحي الصيانه. اكتبوا لي في الكومنتات، انا برغي كتير يا جماعه. استفدتوا اي حاجه في اللي انا قلتها من ساعه ما بدات الفيديو؟ شايفين البانيو يا جماعه؟ الحمام. ايرثي، فيري ايرثي. طبعا هنا الكاكتس ايفريوير وبيعملوا منه سندوتشات. يعني السندوتش ما بتلحقوش تمضغوه، هو بيتزحلق على طول لان الالوفيرا بتزحلق.
هنمشي بتاع 20 دقيقة لغاية ما نوصل للووتر فول. Pods. What is this? Pods. The seeds inside. Yeah. It's like dried up green beans. Oh my goodness, look at the color. Yeah, it's amazing. Yeah, I can't wait to jump in. Oh, look at this. يا جماعة بعد التمشية الحلوة دي حلو ان احنا ننزل في المية عميقة عميقة. Freezing, Daddy. It's like ice bath. Very graceful. Look at that. Deep. Oh,
That's nice. Then... Oh my God's sake. More easier from here. For goodness sake. دايما يا جماعة قصاد أي waterfall أنا بحب أعمل أمنية أدعي أمنية فده وقتكم ان انتوا كمان تتمنوا امنيه وهتتحقق لكم انا بقول لكم هتتحقق لكم امنيه واحده بس ما تطمعوش الأشخاص اللي بحب الووتر فول جدا يعني بحس بطاقة كده حلوة حلوة جدا جدا مع الشلالات بحب الشلالات أكتر من البحر انتوا ايه بقى أي نوع بتحبوا البحر ولا بتحبوا الشلالات متعورة هنا عشان كان عندي دور برد بس بدأت أخف شوية شوية I feel the energy. Yeah. I don't know. I love sea, but after the sea, I feel annoyed because of the salt. Yeah. The river, the water, I don't feel this. Yeah. You know, I feel I'm okay. Yeah. That's the thing about the sea that I don't like. Top of body. Yeah, and blue tail. The end of tail. Blue or purple.
cold. Why it's cold? Coming from the mountains. Like ice bath. Looks nicer than it feels. That's nature. Look at the gold in the water. Yeah, I think it's like gold. That's a kind of hot out. We get the freezing water. The cameraman is busy showing his nuggets. Oh, a lion fight. And he loves yoga. Like Sophie. What about that? ما تنسوش تشتركوا في القناة دلوقتي، اعملوا سبسكرايب. الأيام الجاية رايحة أماكن تهبلي. خلاص احنا فضينا وجبنا عربية وعملناها كأنها فان لايف ستايل وهنفضل عايشين على الطريق. صيع، ما عندناش أي شغلانة. Yeah, I am. Look at the birds up there.